مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم خمس اصناف مشروبات صيفية. اول شي بدنا نعمل سموزي توت بري مع عنب وكرز، عنا كباية، كمان عنا نص كباية عصير ليمون وملعقة طعام عسل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط العصير، العسل، كمان توت، بخلطهم منيح. هذه اول خلطة عملناها. نفضيها بالكباي. بسم الله. لنبلش بالمشروب الثاني. عندي عصير حامضة، ثلج مكسر بهيدا الشكل، مي، ملعقة طعام سكر، وبدي احط شوي مزهر. بدنا نعمل ليموناد. بسم الله. حط مي، سكر، حوالي ربع ملعقة صغيرة مزهر. خلطهم منيح. كمان حط ثلج. هيدي الليموناضة بحطها بالبراد عشان ما يدوب الثلج. المشروب الثالث اللي بدنا نعمله مشروب فريز. بحط الفريز، كمان العصير، بسم الله، العسل، عنا ملعقة طعام عسل. كمان بخلطهم. بسم الله. انتهينا من التخليط. فضي هون. بسم الله. كمان راح احطهم بالبراد. هلا صرنا مع بعض بالمشروب الرابع. عنا كوب ثلج، كوب حليب، كمان نسكويك. رح احط ملعقتين طعام نسكويك. بسم الله. كمان بخلطهم. انتهينا من هيدي الطريقة الرابعة. هذه طريقتها كتير سهلة.
حطهم بالكباي. بسم الله. كمان رح احطها بالبراد. المشروب الخامس اللي بدي اعمله انا وياكم مشروب الحليب المسقع مع الموز والعسل. ملعقة طعام عسل، كوب حليب وموزة. بنحط الحليب. كمان العسل. والموزة. انتهينا من الخلط. هلا بحطهم بالكباي. بسم الله. هلا بالتقديم بنزينهم شوي بهذا الشكل حسب الرغبة. التقديم عرفتوا كيف؟ بحط عرق نعناع خفيف للليموناضة بهيدي الطريقة. كمان الفريز رح احط له عرق نعناع كمان كتير خفيف. الباري الشوكولا والموز رح اتركهم زي ما هن. هولي خمس انواع المشروبات الصيفية اللي عملتهم انا وياكم. مشروب التوت، نسكويك، ليمونادا، موز وحليب، الفريز. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.